شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام. شوط اول اهلاوي ينتهي بربعيه لصالح الاهلي امام بلديه المحله. افتتح التسجيل للنادي الاهلي في الدقيقه 11 احمد خالد قباقه من تسديده رائعه في الدقيقه 32، يضيف الهدف الثاني محمود وحيد، والهدف الثالث عمرو خالد بيبو في الدقيقه 34 من اسيست رائع من محمد رأفت، ويضيف الهدف الرابع من ضرب الجزاء محمد رأفت، لينتهي الشوط الأول برباعية وشوط أكثر من رائع لصالح شباب الأهلي أمام بلدية المحلة. كابتن حشيش، بداية وانطلاقة قوية جدا، شوط أول أهلاوي ينتهي برباعية، شوط أكثر ما فيه جمالا أداء أهدافا كل شيء ممتع في كرة القدم. الحقيقة بداية رائعة طبعا فريق النادي الأهلي، يعني أكثر ما كنا حتى متوقعين أو نأمل يعني. بالنسبة الأهم كمان من الأهداف هو الأداء، أداء كويس من معظم اللعيبة في الملعب، انتشار جيد، في حاجة بتتقال، في أدوار شايفينها للفرقة، في استحواذ، في إيجابية على المرمى، وطبعا باينة الإيجابية طبعا في كم الأهداف اللي جه، 4 أهداف في شوط 45 دقيقة، غير طبعا التصويبات اللي كانت برضو اكتر من تصويبه. الحقيقه في اكتر من لعيب، هم كلهم كويسين، بس في اكتر من لعيب اجاد زي مثلا كاباكا عامل مباراه كويسه، وده امتداد لمستوى كويس. ديفندر نص ملعب بيكمل، بيصوب زي ما قلت من البدايه، وجاب اول جون من تصويبه. شايفين تحركات لعمرو خالد بيبو بيتحرك كويس. الحقيقه في فارس كمان لعيب كويس في نص الملعب، اللعيبه ادوا اداء كويس وانتشار كويس قوي على من على الاجناب، استغلال لاكثر من طريقه في الاختراق، اخترق من نص الملعب وفي عرضيات، استغلوا كمان الكور الثابته زي الكورنر اللي جه منه الهدف الثاني من محمود وحيد. الحقيقه لا، في شغل بيتعمل، وشفنا حتى كمان في حاجات في الكور الثابته بيحاول كابتن علاء يعملها. اعتقد يعني الشوط الثاني هيدي فرصه للعيبه بقى الموجوده على الخط انها تنزل برضه تاخد فرصتها، استريح للنتيجه دي، بتدي اريحيه، وبيقدر الشوط الثاني كمان يعني يريح بعض اللعيبه ولعب الناس الثانيه عشان كله ياخد الفرصه ويؤدوا اداء اكثر من رائع، ونتمنى طبعا زياده في الاهداف يعني ان شاء الله. دكتور ثابت، بدايه يعني قويه جدا من لاعبي النادي الاهلي، استحواذ على مدار ال 45 دقيقه، كمان شفنا لا مركزيه في تغيير المراكز، شفنا اهداف، شفنا سرعه كمان في الاداء. شوط أول ممتع من لعيبة النادي الأهلي بصراحة، استحواذ، سيطرة، لا مركزية، أحلى حاجة كمان الجماعية في الأداء. لما تيجي تدور على مين نجم الشوط الأول هتلاقي كذا لاعب، فده يدل على بصمة المدرب الكابتن علاء عبده. الجماعية في الأداء تبان أكتر في الهدف الأول والهدف الثالث، لو جبنا الهدفين شوف جمال الهدف الأول في ال 1 2 اللي اتعمل، والهدف الثالث في تحرك المهاجم محمد رأفت. هنشوف الاهداف دلوقتي. ده يعني شوف الجماعيه في الاداء. النقطه الثانيه المهمه قوي برضو، اكتشاف عمرو خالد بيبو. بص اداؤه في الشوط الاول واحد من نجوم المباراه حتى الان عمرو خالد بيبو، انه لعيب اصلا كان بيبقى باك رايت او كده، ان هو يتوظف كجناح شمال، انا ملاحظ ان هو اهتم بنفسه في ناحيه الجيم اكتر. فواضح ان هو جسمه ده بقى ده الهدف الثاني. انا عايز الاول والثالث تحديدا، هات الثالث بس تحديدا، هقول لك فكره المدرب علاء عبده اللي بيعملها. هات الجون الثالث اللي هو اللي فيه تحرك من المهاجم اللي هو محمد رأفت. ده الهدف الاول، ده الهدف الاول. الجماعيه الموجوده في الاداء والتحرك وتسديدات احمد خالد قباقة. شفنا تسديده الهدف وشفنا تسديده في اخر الشوط الاول. كانت برضو كان يقدر يسجل، وانا بقول ان احمد خالد قباقة ده واحد من اللعيبه المهمه جدا في قطاع الناشئين للنادي الاهلي، لو لعب ان شاء الله في الفريق الاول جنب امام عاشور وجنب مروان عطيه وجنب ديانج. لعيب واعد. ارجع بس للجون ده الهدف الثالث اللي انت طالبه يا دكتور. ارجع بس من بدايته، ارجع معلش من بدايته، ارجع من بدايه الهدف دكروري. بص، اول حاجه الضغط، الضغط العالي اللي عمله النادي الاهلي في استحواذ، هنا المدافع بيطفش، هنا التانية. الضغط العالي، الكره الثانيه بصور محمد عبد الله هنا بس وقف محمد رأفت، ده رقم 7، وقف ستوب، ارجع بس ثانيه واحده، محمد رأفت ده المهاجم، ارجع كمان هنا محمد رأفت ده المهاجم. سحب معاه المدافع وفضل مساحه في ظهر المدافعين لمين؟ محمد عبد الله. ليه؟ عمرو خالد بيبو. عمرو خالد بيبو اللي جاي، اللي هو بيقطع في المساحه ما بين المساك. ابو سرعته في المساحه ما بين المساك والباك. طب المساحه دي مين اللي فضها له؟ تحرك محمد رأفت. محمد رأفت بيشتغل كمهاجم وهمي، بينزل لتحت
يفضي المساحات للي جاي من ورا اللي هم مين؟ اللي هو محمد عبد الله وعمرو خالد بيبو. وعمرو خالد بيبو بيستغل السرعه اللي عنده في الانطلاق بصراحه بصمه واضحه. انا النهارده السنه دي شايف ان هو عنده قوه بدنيه، واضح ان هو اهتم بالجيم، راح الجيم اكتر، عنده قوه بدنيه، عنده سرعه. عمرو خالد بيبو مستواه مختلف خالص في الماتش ده. نتمنى ان هو يكمل على كده. وعجبني كمان تحرك محمد رأفت. محمد رأفت مش الستايل المهاجم اللي هو المحطه اللي هو الصندوق، لا هو مهاجم وهمي بينزل يسقط لتحت. دي ركله الجزاء كابتن حشيش. أيوة. سددها ايضا محمد رأفت يعني بعد صناعته للهدف الثالث، يعني بيقول انا موجود بتسجيله الهدف الرابع. صحيح. احنا زي ما قلنا بس عشان ناكد الكلام قبل المباراه، حتى احنا قلنا 4-3-3 بس الثلاثه اللي قدام في لا مركزيه وبنت قوي في الاهداف اللي اتلعبت، ومن ضمنهم الجون بتاع عمرو خالد بيبو. انه ازاي التحرك ده هو يعني ثلاث ارباع الهدف بصراحه. يعني شفنا الوان طول القصيره في الجون الاولاني والتصويب، مهاره التصويب، وشفنا بقى خلق المساحات وازاي بتعمل اسيست لعمرو ان هو يروح في الحته دي ويجيب هدف. استغلال زي ما انا قلت، استغلال لكل اساليب الهجوم ما بين كور ثابته. شفنا الجون اللي طبعا اللي من كورنر، شفنا ضربه الجزاء، شفنا اللعب القصير بعد الاستحواذ، شفنا الضغط عشان تستخلص الكوره وتستغل المساحه الفاضيه، لان طبعا فرقه بلديه المحله في الجون ده بالتحديد يعني الديفنس بيبقى لسه مش واخد وضعه، لان الكوره اتقطعت من المساك. والتحرك زي ما قلت هو طبعا مع السرعه اللي بيتميز بيها طبعا عمرو فارق جامد. وزي ما قال احمد يعني هو كانت ناقصه حته القوه البدنيه زرعه واشتغل عليها، ودي فرقت معاه السنه دي. لو مخرجنا محمد دكرور يعرف يجيب لنا اللقطه اللي هي التسديده بتاعت احمد خالد كواكا اللي هي اللي في اخر الشوط ويربطها بالجون اللي جابه، شوف ميزه التسديدات. خلي بالك عنده حته التكمله ودايما عنده الحل الاول. عمليه التسديد مهم جدا، بيبص على الجون على طول. عنده وش رجل رهيب بصراحه، وش الرجل بتاعه بتلف كده. يعني حتى لو جبنا الجون اللي هو جابه اللي هو التسديده بتاعت احمد خالد كباكا اللي لسه عرضنا دلوقتي. احمد خالد كباكا واحد من اللعيبه الممتازين. انا بشوف ان هو ليه بصمه. صحيح. وبصراحه بنتكلم عليه كتير، يعني واحد من اللعيبه الممتازين. النهارده احنا بنكتشف واحد زي عمرو خالد بيبو في مركز جديد. صحيح. لكن احمد خالد كباكا متالق من السنه اللي فاتت. كذلك احمد وحيد. احمد وحيد انا بشوفه ليه دور مميز كده، لعيب خافي، جندي مجهول في الفرقه، هو اللي بينزل ما بين الاثنين المساكين، بيديك حمايه. حتى في الهدف الاول الوان تو مع احمد خالد كباكا لو جبناه هتلاقي ان هو دور احمد وحيد هو اللي بيكمل. في حاجات ممكن تعمل تطوير الشوط الثاني برضه، ممكن ان احنا نتكلم فيها، ان مثلا عمر سيد معوض ممكن يكون ليه دور في الشوط الثاني مكان محمد عبد الله. طبعا عشان النتيجه. كابتن حشيش، كانت تعليماتك للاثنين المساكين في بدايه المباراه السهل الممتنع، الكره تطلع مظبوطه من تحت الرقابه الصريحه، هو احمد عبدين، محمود وحيد، الاثنين ادوا شوط رائع، كمان محمود وحيد بيضيف الهدف الثاني كمان. ودايما في التكمله الهجوميه سواء في الكرات الثابته عبدين ومحمود وحيد دايما ليهم زياده وبصمه في الكرات الثابته. احد الحلول الهجوميه هو في الكور الثابته اللي طلعوا طبعا المساكين يلعبوا بالضربات الراس، لان طبعا المساك بيبقى يعني بيجيد دايما ضربات الراس يبقى بتثبت طوله كده. واستغلها محمود وحيد. وعايز اشوف بقى غيره من احمد عبدين ان هو يطلع كمان ان شاء الله في كور الثابته في الشوط الثاني ويحرز هدف. يعني انا شايف استغلال لكل طرق اللعب الهجوميه. مش هتكلم طبعا على فريق بلديه المحله، برده ممكن يكون يعني مستوى اقل، بس ممكن انت تكون بتلعب فرقه اقل منك وتبقى انت برده مش كويس، ما بتهديش اللي عليك. انما احنا شايفين ان النادي الاهلي، فرقه النادي الاهلي استغلت برده المستوى الضعيف بتاع بلديه المحله في ان هو يلعب وبدل الهدف ما استريحش الهدف الاول او الثاني او الثالث، بيكمل اربع اهداف في الشوط الاولاني غير طبعا الاهداف اللي ضاعت. فده اصرار من الفرقه انها تعمل اداء وسكور. نتمنى كمان نشوف البدلاء، لان انا عايزين نتفرج برضو على اكيد الناس يعني على لسه عندك خمس تبديلات في الشوط الثاني ممكن، واعتقد ان هو هيستغلهم، هيدي فرصه لان النتيجه تسمح له ان ندي الفرصه ان الناس تنزل. يعني جبنا لقطه احمد خالد كباك. التسديده هو عنده وش نعرضها بقى اللي هي وش القدم، وش القدم الخارجي. نفس كره الجون في الجون راحت في زاويه حلوه قوي. صحيح. لان هو كان قريب من المرمى فراحت في المقص. لا فتحت شويه اللي هنا اللي تحت، بس كانت جون برضه. فانت عندك احمد خالد كباكا نموذج لرقم 8
ستايل امام عاشور وستايل اليو ديانج. اقول لك على حاجه عجبني قوي جدا الثلاثي في وسط الملعب ايضا بصراحة. احمد وحيد، احمد خالد كباكا، فارس خالد، وفارس خالد برضه. فارس خالد بيزيد وعامل تكمله هجوميه، احمد وحيد رقم 6 اللي بيغطي في نص الملعب وكمان بيزيد، وكباكا اللي دايما الكره بتطلع من رجليه حلوه الثنائيه يعني هي تحس ان هم مختلفين يعني ستايل مختلف. احمد خالد كباكا هو دي تحضير الهجمات يا كابتن حشيش الكلام اللي احنا بنقوله ده، من الكره تطلع من تحت سليمه في التحضير في الباص الحركه. فلا انت عندك في وسط الملعب قوي قوي ما شاء الله، سر قوه النادي الاهلي في الشوط الاول وسط ملعبه. وعايز اقول لك حاجه احمد بالنسبه لكباكا برضو، لان زي ما قلت لك قبل المباراه كنت يعني انا بشوفه اكتر الاوقات بيلعب حته الديفندر اللي قدام المساكين، فحته اللي هو اداله 8 دي ان هو يتحرك لقدام شويه ويبقى يعني ايجابي على المباراه بالظبط كده. فهو دي برضو مدياله حريه في الحته اللي بيجدها برضو، حته التصويب بتديله فرصه التصويب من مسافات قريبه. محمد رافت، بص محمد رافت فين؟ ايوه في ارجع ثانيه واحده بس في اللقطه دي الشوطه. دي الشوطه اللي من اولها، دي من بدايتها دي اللي احنا بنتكلم فيها. ارجع هات اللعبه دي بس من اولها، بص محمد رافت فين. محمد رافت هات ده كل نزول محمد رافت عشان الدكتور احمد ثابت يعني يشرح. هنتكلم برضو نفس لعبه الهدف، هاتها بس، هي نفس اللعبه بس هاتها من اولها هتلاقي محمد رافت برضو دوره مش مهاجم صندوق، لا هو بينزل عشان يفضي المساحه. اللقطه دي بينت حاجتين اللي احنا بنتكلم فيها، ان تسديدات احمد خالد كباكا، وان محمد رافت بينزل عشان يفتح لزمايله المساحات في ظهر المدافعين. لو استعرضناها بس هتلاقي نفس الشكل ده. وبرضو احمد خالد كباكا بصراحه ممتاز ووسط ملعب ممتاز، بس انا شايف ان ممكن يكون في دور للدكه برضو. طبعا حسام عادل لو نزل هيبقى مين الاقرب يا دكتور؟ عمر. هي دي اللقطه. بص وقف هنا، مين اللي مبازي ده الرقم 7؟ محمد رأفت. بظهر فارس خالد. فارس خالد بظهر مين؟ لكباكا. تمام. اللي هو ممتاز بالتسديدات، فواضح ان في شغل مدرب، واضح ان مهاجم بينزل يفتح المساحات، كباكا هو اللي بيسدد. بشوف ان الدكه رقم 1 عمر سيد معوض. عمر سيد معوض لو نزل ان شاء الله مين الاقرب ينزل من مكان الاهلي؟ عمر سيد معوض وحسام عادل. حسام عادل هيديك ستايل مختلف خالص، هينزل بدل رأفت. رأفت ستايله مختلف عن حسام عادل. حسام عادل صندوق رقم 9 اللي هو جوه المنطقه، لكن محمد رأفت بينزل ويفتح المساحات لزمايله. برضه عمر سيد معوض، عمر سيد معوض لو نزل اعتقد ان عمرو خالد بيبو صعب يخرج بالمستوى اللي هو ماشي بيه ده، لانه ما شاء الله يعني واحد من الاكتشافات. لو جبنا برضه الجون عشان نتكلم على عمرو خالد بيبو، لان عمرو خالد بيبو واحد من نجوم الشوط الاول. هات لنا الهدف الثالث. ودي كويس احمد برضه عند علاء عبده، انه عنده استايلات تنوع مختلفه في راسات الحربه. خلي بالك اقول لك على حاجه، كنت اتمنى واحد من اللي يكونوا موجودين في فتره الاعداد مع الدرجه الاولى واحد زي احمد خالد كباكا ده. طبعا كل اللعيبه لعيبه مميزه جدا، ولعيبه تاخد فرص ولعيبه مبشره، لكن ده لعيب من السنه فاتت واحنا بننهي المباريات تحس ان هو لعيب عنده شخصيه النادي. هيفرض وجوده يا اسامه، هيفرض وجوده، لانه بالمستوى ده لو فضل على المستوى ده وكمل لازم هيلفت الانظار ليه في الدرجه الاولى، وممكن سهل قوي خاصه كمان ان كولر بيلعب بثلاثه في وسط الملعب بالظبط كده، فانت محتاج اصلا لعيبه ارتكاز اكتر بالذات 2-8 ففرصته في اللعب قويه جدا. صحيح. حته اللامركزيه كابتن حشيش شفناها كتير في الشوط الاولاني قوي، يعني لاقي يوسف سيد عبد الحفيظ دخل في نص الملعب، عمرو خالد بيبو بقى هو الباك رايت، يعني مفيش تحديد بالمراكز. انا شايف ان حته اللامركزيه دي مديه افضليه للنادي الاهلي. يوسف سيد عبد الحفيظ برده متاثر بمركزه اللي قبل كده، على طول بيخش جوه ما بيلعبش على الخط، اكيد برضه هيبقى فيه يعني توجيهات من علاء ان هو برضه ايه يلتزم بالخطوط. دي الكره دي من السرعه. السرعه عند عمرو خالد بيبو لعيب كويس. انا شايف ان سيف ايمن ممكن يكون له دور ناحيه اليمين، واحد برضه من العناصر اللي عندها السرعات. سيف ايمن طبعا الفرقه ممتازه، بس عارف كمان عشان نزود، انا شايف ان الباكين عندنا ما بيزيدوش لسه خالص، فانت محتاج يكون عندك واحد زي سيف ايمن ناحيه اليمين. يوسف سيد عبد الحفيظ لعيب ممتاز، بس النهارده هو بيوظفه كظهير ايمن، لسه ما شفناش منه الانطلاقات. متعود على مركزه في وسط الملعب اكتر، بيضم كتير على جوه. فانت النهارده بتحكم على لاعب اصلا بيلعب لاعب وسط بيلعب باك رايت، فدي حاجه كويسه ان هو بيأدي بالشكل ده. ولكن لو انت اديت واحد زي سيف ايمن عنده السرعات ويعمل لك العرضيات مع امير علاء هتفرق كتير. طب واحنا بنعرض الاربع اهداف يا كابتن حشيش يا دكتور ثابت، واحنا بنعرض الاربع اهداف، الهدف الاحلى فيهم ايه؟ انا بقول الهدف الاولاني، هدف الاول بتاع احمد خالد كباكا، 1-2 ثانيه وتصويبه في كذا مهاره يعني يعني في الانسجام بين اثنين لعيبه، باصه وخدها وباصها له ثاني واداها له ثاني، تاني استغل التصويب اللي هو بيجيده او المهاره دي، فانا شايف ان الجون حلو قوي.
دكتور ثابت متفق مع كابتن حشيش الهدف طبعا أحلى هو هدف. الاحلى احلى هدف الهدف الاول طبعا، والهدف الثالث برضه هدف كويس، ان انت بتعلمهم الضغط واستعاده الكره الثانيه وتحرك المهاجم، في وعي، لعيبه صغيره عندها وعي تكتيكي، مهاجم بيسقط عمرو خالد بيبو جاي من تحت وبيخش وبيضم لجوه، فدي يعني المهاجم نزل وفضل المساحه وعندك الحل وان في نفس الوقت المهاجم، حته ان المهاجم بينزل يفضي المساحه في لعيبه صغيره بدات تتعلم حاجه زي دي بالزبط. حاجه تحسب لهم. صحيح. انا بقى وجهه نظري الاربع اهداف الاربعه احلى من بعض، حتى هدف قلت لنا من احلى هدف محمود وحيد ضربه الراس، على فكره محمود وحيد ده فاجئني بمستواه فيها اجاده بشكل كبير كمان ركله الجزاء وانت كسبان 3 عايز تزود الهدف الرابع. صحيح. في رغبه محمد رافت ان انا عايز اقول انا موجود وحط بصمتي، محمود وحيد المساك تحديدا كابتن حسام فاجئني بمستوى، انا الصراحه اتفاجئت بمستواه النهارده ان هو مستواه هايل، ما كنتش هو كان عنصر اساسي، انا مش عارف كان عنصر اساسي في 2005. خلي بالك حته الكره الحديثه، حته المساك الاشول بيلعب رجليه الشمال بنشوف معتز محمد دلوقتي مع الدرجه الاولى يطلع ان شاء الله وياخد فرصته ويكون متواجد. عندنا محمود وحيد ان الحته دي بعد رحيل ايمن اشرف تحس ان عندك فيها نقص، مش مركز المساك على قد المساك اللي بيلعب رجليه الشمال، بتدي حلول يا اسامه قوي عشان لو كان الهجمه في السرعه، وعشان لو كمان انت بتبقى بعض الفرق وزي فريق النادي الاهلي بيعتمد مثلا على علي معلول في ناحيه الشمال في الناحيه الهجوميه بصفه اساسيه، فلازم يبقى واحد يقدر يغطي حته الليفت دي ويكون اشول يعني، فدي مهمه قوي يعني. اخيرا تتوقع اهداف ثانيه في الشوط الثاني يا كابتن حشيش؟ اتوقع ان شاء الله، بس اكيد الفرقه الثانيه المدرب بتاعهم هيتكلم يا جماعه احنا كده اهداف كتير مش عايزين زياده الاهداف، فيحصل نوع من التكتل والتقفيل، فده يقابله من الناحيه الثانيه ان انت لازم الباكين صح على الخط والونجين على الخط عشان تقدر تفتح الملعب يعني. اتوقع اهداف ثانيه ان شاء الله، عايزينها 6 ان شاء الله، 6 ان شاء الله يكون في اضافه لاهداف الشوط الثاني. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونروح لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام ونشوف حضراتكم بعد نهايه المباراه.